في معظم الليالي التي قضيتها في البكاء والتفكير بحل جذري، كنت أجد أن الحل الأمثل لي هو التخلص من هذه الحياة. الموت كان بنظري هو الحل. شو اللي وصل؟ فاتن الأم بليلة من الليالي تكتب هيدي الشيء. ما عدت قادرة أتحمل الوضع اللي كان فيه ابني بوقتها. شو مصاب ابنك؟ توحد. بشو كانت عم تقطع فاتن الأم قبل ما تكتب هالجملة اللي كتبتها؟ فيك تقول بشو ما كانت عم تقطع. قطعت بكتير اشياء، بكتير مواقف، بكتير مراحل بحياتي مع ابني. هي سميها يمكن رحلة العذاب مع ابني. كنت حس ابني كأنه عايش بعالم لحاله، ما في، ما يتفاعل مع حدا، حتى كتواصل ككلام عادي يعني. ما كان ينام بالليل، كان كتير يعذبنا من هو صغير. عنده مشكلة بالنوم يعني. أنا كنت مضطرة بوقتها لحتى أحميه من كل شيء، حتى من حاله، إني أنا أكون مثل خياله، تماماً مثل خياله. إذا ما كنت مثل خياله، شو كان بيعمل؟ كيف كان ممكن يأذي حاله؟ كتير قصص، لأنه هو ما كان واعي يعني. إذا في شيء سخن حيحط إيده يحرق إيده، أو سكينة مثلاً يجرح إيده. ما عنده هيدا الوعي. حتى إذا كان جوعان ما بيقول، إذا كان عطشان ما كان يقول، وإذا بردان ما بيقول، إذا مشوب ما بيقول. يعني أنا بدي سؤال، إذا شاف مروحة شو كان يعمل؟ طبيعي بدي يحط إيده، طبيعي. إذا في نار على الغاز بدي يحط إيده. كان يبكي من دون سبب؟ طبيعي، هيدي من كل أطفال التوحد، هيك يبكي بدون سبب، بيضحك بدون سبب. كنت تعرفي تتواصلي معه؟ لا لا. وعدم التواصل معه أو عدم فهم هو اللي بيخلي الأم تنهار وبيخليها توصل تكتب بوست تكون بدها تنتحر؟ 100%. كيف مشاعر الرفض تتغلب على غريزة الأمومة؟ ما بعرف شو بدي جاوبك. بدي ارجع للسؤال الصعب، كيف مشاعر الرفض تتغلب على غريزة الأمومة؟ لحظات يأس. فيني كفي البوست؟ عندما أسترجع تلك الأيام أشعر بالخجل، وكم كنت إنسانة جاهلة في ذلك الوقت. تعلمت أن أحترم اختلافه وأحبه كما هو، وهذا هو القبول الحقيقي. شو حلو حبيبي، شو حلو هالغرام، شوفوا ما أجمله. بس أنا عبالي بلله، وحياتي ما حدا بقى يزعله. شو حلو حبيبي، شو حلو هالغرام، شوفوا ما أجمله. بس أنا عبالي بلله، وحياتي ما حدا بقى يزعله. إذا بتسمحوا واستحوا ما بقى تجرحوا. لو زعل أنا بصالحوا، حبيبي بالقلب صاير مطرحوا. واسمحوا إذا بتسمحوا واستحوا ما بقى تجرحوا. لو زعل أنا بصالحوا، حبيبي بالقلب صاير مطرحوا.
ما حدا بيسترجي يجرحك حبيبي 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 محمود. تفضل. سلمى ليه؟ سلمى ليه؟ الله يخليك يا رب. مساء الخير محمود. مساء. قديش عمرك؟ 15 سنة؟ ايه 7 بسيت 16. طيب بدي ارجع اسألك على الغنية اللي هلأ غنيتها. ايه مين بغنيها أحسن، أنت أو الماما؟ أنا. طيب بدي اسألك سؤال تاني. ايه مين حفظها أسرع، أنت أو الماما؟ أنا. قدي أخذ معك وقت تحفظها؟ وقت كتير أحفظها. الماما؟ ماما أدخل معي تحفظها؟ أنا كتير فعلاً، هو حفظها قبل. ومين حب الغنية أول شيء؟ أنا. أنت محمود كم خي عندك؟ ما عندي خي. عندك أخوي؟ إيه أختين. أكبر أو أصغر منك؟ أصغر مني. شو أسميهم؟ هيا وجودي. هيا؟ وجودي. فيني أسألك سؤال؟ إيه. مين بتحب أكتر، هيا أو جودي؟ جودي. وإذا سمعتك هيا هلا شو بتقلها؟ محمود؟ نعم. وللماما؟ إيه. بدي أسألك شوي محمود، شو أكتر شي بتحب تعمل أنت؟ يعني شو هويتك؟ شو بتحب تعمل أكتر شي؟ هلا بعرف إنك بتحب تغني. إيه. هيدي اتفقنا. إيه. شو بتحب تعمل غير شي؟ بلعب فوتبول. أنت ومين؟ مع مالك. أنا؟ لا. غير فوتبول شو بتحب؟ ركضي. ركض؟ ايه. تركض انت ومين؟ لحالي. بتروح على الكشافة كمان؟ ايه. شو بتعمل بالكشافة؟ شوف قائد عفيف. قائد عفيف؟ ايه. أصحاب انت وياه؟ بيعذبك أو انت بتعذبه؟ ما حدا. ما حدا بيعذب. الماما رفيقتك؟ لا. شو لكان؟ أمي. هي أمك ورفيقتك والدنيا كلها. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.